فخامة السيد الرئيس عنده رؤية متبصرة وهي اللي على أساسها تم إنشاء هذه الأكاديمية الدبلوماسية البلد. وهذه النظرة المتبصرة هي اللي سامحت في عقد الصيف من الزمن ثلاث سنوات، لأن كما قال البعض لن ألاحظ هم تطوير مهم لدبلوماسية البلد. وعند هذا الرؤية عندها هدفين استراتيجي، هدفين مهمين واختير اذكرهم حالا اذكرهم باطهم. الهدف الاول هو على هذه الرؤيه هي اللي هي تسامح البلد وتسامح وفتحت له باب على انه يتمكن من التموقع القوي على الساحه الدوليه. الهدف الثاني هو على انه يعود هو اللي قادر على الدفاع عن مصالحه الحيويه في هذا العالم اللي ذكر البعض لأنه عالم متغير بصفة مستمرة، وخصوصا وذكر حد من الإخوة حالا وبالخصوص وهذا أظهر عاد هذه الآونة الأخيرة في إطار سياقات دولية معقدة جدا. وهذا الإطار هو اللي كانوا هم بعدين أساسيين هم اللي تبحث عنهم هذا القطاع المكلف بالشؤون الخارجية. هو البعد الأول لن يخلق التحديث مهم، و البعد الثاني هو بعد في الميدان المهني، بعد مهني قد يلعب دور فعلا اساسي في تطوير دبلوماسية البلد. هذا هو السياق العام اللي خالق فيه هذا. ومن باب المنهجية هو البحث عن تموقع كيف تقلت البلد وتموقع يعود قوي على الساحة الدولية. وذكرت الأخت ذكرت الأخت حالا إلى فقعت أنا بعد كلامي بعد لا ينقوله، لا يقولون هذا ما أباط لا ينقوله. ولا هنا ذكر من أعلنوا لأول مرة في تاريخ البلد لأول مرة يخلق لقاء مطول بصفة مباشرة بين وزير خارجية البلد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، خلق من ليلة للشهر. هذا ظهر لأنه مهم جدا، وهو اللي في هذا الإطار للديناميكية اللي ذكرت حالا واللي بس قمنا ذي الرؤية المتبصرة هو اللي هذا في السياق ذي العلاقات الدولية المهمة، هو اللي فعلا جاي هذا الوفد رفيع المستوى هذا المساء يقوده لمستشار سياسي لكتابة الدولة الأمريكية، ولا يبحث مع سلطات طريقة اللي هي تعمق بها العلاقات بين ولا الله يثمن كيف اللي ذكر كاتب الدولة نفسه تحولات يعرف البلد اللي في ميدان حقوق الإنسان وميدان الديمقراطية وميدان دولة القانون، وبالخصوص ذيك السياسة اللي
اعطت نتيجه لاول مره. هم منه هم الشركاء اللي كانوا عندهم نقد متين، الاستثمار الاجتماعي اللي قام به هاي السنوات الاخيره.